السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات أسماء الغساب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم غنقدم لكم ما غتكونش وصفة ولكن غتكون نصيحة ديال القشور ديال الكروفيت. أنا طحنتهم بهذه الطريقة، هذه كنستعملوهم بزاف ديال الحشوات، بيتزا بالحوت أو لا بالطون، والحشوات اللي كتدخل فيهم النكهة ديال الحوت. كنتمنى هذه الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، تابعوني حتى الاخير باش تعرفوا على مراحل تحضير هذه الوصفه. غناخذوا قشور ديال الكروفيت، غادي نغسلوهم مزيان وغادي نحطوهم في المقله ولا ندخلوهم الفران في الطاوه. الى دخلناهم الفران حتى نسدو على الخبز يكون الفران سخون ونحطوهم مره ولا جوج راه غينشفوا. ولا بغينا نسرعوا المرحله نقدروا نديروهم هنايا في المقله بهذه الطريقة، ونردو معاهم البال باش ما يتحرقوش. نبقاو نحركوهم مرة مرة حتى ينشفو مزيان، من بعد ما ينشفو غنطلاقو باش نوريهم ليكم ونطحنوهم. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما نشفتو، كتسمعوا القرميشه ديالو يعني انه نشف. غنحطو بالكميه ها هو تطحن جيدا. ها هو غنعاود نطحن كمية ثانية وغنستمر بنفس العملية حتى نكمل الكمية كاملة. ما كنحتاج ولا نغربلو ولا والو، كيكون طحن مزيان. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله. عوض اننا نرميهم ممكن اننا نستغلوهم. بالنسبه لينا الحشوات والعجين، كنتمنى النصيحه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقدروا نحتفظوا بها في قنينه زجاجيه باش تبقى مزيانه ما تبردش، وكنحتفظوا بها كتبقى مده طويله معنا. شكرا على المتابعه، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.